السلام عليكم ميماتي اخواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايره الصحيحه؟ ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه والصحيحه ديالكم مزيانه. نتمنى يا ربي تكونوا دائما في احسن الاحوال ونسمع عليكم غير الخير. كنبغي نشكركم بزاف بزاف على تعليقاتكم على القلوبه يا اختي ليلي، خطيكم الله يرحم لكم الوالدين كيف ما كتكبروا بيا، الله يكبر بيكم وليلي يحرق فيكم شي عظم. اي كلمه نقدر نقولها قليلة في حقكم. ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فكرة الغداء وفكرة الكوتيل، ان شاء الله غيعجبكم بزاف بزاف هاد الوصفات. غنشارك معكم اقتراح الغداء اللي ممكن تاكلو على برا، تحضروه في الدار. كتعرفوا شنو درتو فيه؟ اقتصادي وما شاء الله تيفرح الوليدات، والله الوليدات كيفرحوا بحال هاد الوجبات، وانا متأكدة غيعجبكم ان شاء الله. وغادي نشارك معكم واحد الميني كيك هكا بالشوكولات وعاديين من خليط واحد، وكيخرجوا ما شاء الله 12 حبه بجوج ديال البيضات، كيجيو رائعين بزاف وان شاء الله غينفعوكم بلا ما نقول لكم فاش، ولكن راكم عارفين حتى نتخلعوا ملي تنسمعوا المدرسه قريبه ياكو. كنتمنى يا ربي الوصفات يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله، والهلي حشمنا كيف ما دائما يا ربي. ما تنسونيش اخواتي من القلوبه يا اختي اللي كنعرفكم راكم كاينين وراكم معايا، وكذلك الجيم ديالكم وتعليقاتكم اللي كيفرحوني فضلا منكم وليس امر. كنتمنى من كل قلبي تشجعوا القناه باش نرجعوا بحماس. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي ندوز اول حاجه نشرمل معكم ستيك ديال الدجاج. هنايا خديت غير نص ديال الصدر ديال الدجاجه اللي كان عندي في المجمد مغسول مزيان، خرجته وخليته طلق شويه، وقطعته هكا ستيكات وقسمتهم على زوج بحال هكا، يكونوا ستيكات رقاقين شويه. الكميه ديال الدجاج كتبقى على حسب افراد العائله. انا درت غير النص ديال صدر ديال الدجاجه كيف قلت لكم، لان راكم عارفين الدجاج دابا مع رخيص يا سلام. المهم نتوما ديروا الكميه اللي بغيتوا. بالنسبه للتوابل غادي ندير نص معلقه صغيره ديال القزبور يابس مطحون كيعطي واحد المذاق رائع، شويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار غير نص معلقه، وغادي ندير نص معلقه ديال السكنجبير اولا الزنجبيل. هاد التتبيله هادي كتعطي واحد المذاق رائع لهاد السطيك وكيجي منسم ما نعاودش ليكم. كنديروا شويه ديال الاعشاب المنسمه اولا اعشاب بروفونس اللي توفر عندكم، ممكن ديروا غير الزعتر. غنديروا شويه ديال الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، وشويه ديال البودره ديال الثوم اللي ممكن تعوضوها بفص تاع الثومه اللي تيكون كبير اولا جوج الفصوص اللي تيكونوا محكوكين. وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال المطرد اولا الخردل اللي كيعطي واحد المذاق رائع للدجاج اولا الصدر تاع الدجاج، ودغيا كيشرب لينا هذيك الشرموله. يعني واخا منشرملوش مده طويله كتشرب لينا ديك العطريه، يعني انا غنخليه غير واحد نص ساعه دغيا تيشرب ديك الشرموله. غادي ندير واحد المثلث ديال الفرماج، فرماج مثلث ديروا اي نوع عندكم، انا درت هذا ديال الشيدر. وغادي ندير واحد شويه ديال الحار على حسب الذوق ديالكم، الا ما كتبغيوش الحار ممكن تستغناو عليه. واحد الرشيشه ديال صوص صوجا غير واحد المعلقه صغيره ما عامراش، لان عندي الخاطره فدرت غير شويه باش ما يجينيش داك اللون غامق بزاف. وغادي ندير عصير ديال نص حامضه صغيره ماشي كبيره بزاف، غير النص تقريبا واحد جوج المعالق كبار ديال العصير ديال الحامض باش كيجينا الدجاج فتي وهشيش. غادي نحاول هاد الفرماجه هادي نطلقها في يديا ونشرمل بايديا اولا ممكن المهم تخلطوا بالمعلقه نتوما اللي بغيتوا، انا يدي هي اللي كتبرد ليا. كنشرمل مزيان يعني، ودوك التوابل كنحس بها اللي دخلت في بعضياتها. هنا غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون اولا زيت المائده اللي بغيتوا، وغادي نشرمل مزيان هذاك السطيكات اللي عندي، غنغطي عليهم بالبلاستيك وندخلهم للثلاجه. وغادي ندوز نحضر معكم البطاطا اللي كتجي مقرمشه وكتجي رائعه، نغيروها هكايا على الفريت. كناخذوا الكميات البطاطا اللي بغيتوا، انا عندي هنا واحد ربعه البطاطات، وحده ما كتشبه لوحده، وحده صغيره وحده كبيره. قشرتهم وغسلتهم، وغادي ندوز نحك هذيك البطاطا في الحكاكه الغليظه ديال مطيشه. فاش كنحكو مطيشه كنحكو هذيك البطاطا كامله اللي عندنا، كتجي رائعه بزاف. وهاد البطاطا هذه عندي معها ذكريات ديال الطفوله مع خوتي كانوا خدامين في المارشي،
كانوا كيجيبوا غير الصنادق تاع البطاطا وكانت امي والله الا مبرعانه الصراحه بهاد البطاطا هادي. صافي هنايا من بعد ما كنحك ديك البطاطا كامله في الحكاكه اللي كتكون غليظه، هنا درت عليها شويه ديال الثلج كان عندي، ممكن ديروا غير الماء اللي كيكون بارد من الثلاجه، ضروري ما ديروا الماء اللي كيكون بارد مع معلقه ديال الخل. هنايا راه ما عرفتش علاش ما تشدتش ليا. صافي وكتخليو ديك البطاطا واحد 5 دقائق في داك الماء. في هاد الاثناء غادي ندوز نحضر الرز. هنايا خديت واحد الكاميله درت فيها واحد 3 الفصوص تاع الثومه اللي تيكونوا محكوكين مع واحد البصله اللي تتكون حتى هي محكوكه في الحكاكه الغليظه. انا هنا ما كانتش عندي البصله فدرت غير البورو كان عندي في المجمد، درت شويه ديال البورو. كديروا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده واحد شويه ديال زيت المائده ولا زيت الزيتون، وغادي نشحروا هذاك البورو مع اولا البصله مع ديك الثومه مع واحد الوريقه سيدنا موسى اللي كتعطي واحد النكهه رائعه. صافي ملي كتحلي هكا ديك البصله كندير شويه ديال الفلافل الالوان، عندي فلفله حمراء وفلفله صفراء حتى هي كانت عندي في المجمد، ممكن ديروا غير الخضره اللي توفر عندكم. غادي نشحر مزيان هاد الفلفله مع البصله حتى كيدبالوا مع بعضياتهم، وغادي نضيف واحد الحبه ديال الكوسه اولا الكورجيت وواحد الحبه ديال الخيزو اولا الجزر اللي مقطعين مربعات صغيره كيف كتلاحظوا، ممكن تحكوهم ولكن هكا فاش كتقطعوهم مربعات كيعطيو واحد المذاق زوين، مربعات اللي تيكونوا صغار. نخلطهم مع بعضياتهم، من بعد غادي نضيف شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، ما غاديش نقوي وقوه العطريه، كيجي هذا الرز بنين ما تشبعوش منه احسن من اللي كتاكلو في الزنقه، والله جربوه راه شاركت معكم عده طرق وهذا كيجي واعر. صافي من بعد ما كنشحر داك خيزو مع الكورجيت ومع البصله وكذلك الفلفله، غادي نزيد عندي هنايا زلافه ديال الروز كلاصي اللي خديته وغسلته مزيان حتى 4 المرات باش كتحيد منه ديك النشاه اللي كتكون فيه، فضروري ما تغسلوه حتى يكون الماء ديالو بيض. صافي من بعد ما كنغسلو كنضيفو، غادي نضيف واحد كنور بالنكهه ديال البقري، ممكن ما تضيفوهاش، انا الصراحه كنضيفها في هذا الرز لان تعطيه مذاق زوين، واحد الطماط كنور بالنكهه ديال البقري. صافي وكنشحر مزيان داك الرز حتى كينشف ويتشحر مزيان، وغادي نضيفو واحد القبيطه ديال القزبور والمعدنوس اللي تتكون مقرده، انا عندي غير شويه، ديروا قبيطه ديال القزبور والمعدنوس راه كيعطي المعدنوس لهذا الرز واحد المذاق رائع بزاف، انا كان عندي غير شويه راني درتو. وكتضيفوا الماء الكافي فاش غيطيب لكم الرز، انا كندير عيني ميزاني. صافي وكنخليه يطيب، ودابا غادي ندوز لهاد البطاطا اللي خليتها مرقده في داك الماء اللي تيكون بارد مع معلقه ديال الخل، هانتوما راه ما كتكحل ما والو. صافي غادي ندوز دابا نعصرها، من الاحسن ديروها في شي زيف حياتي وعصروها مزيان، انا ما عنديش، غنعصر غير بايديا مزيان، ومن بعد غادي ندير عليها هكايا واحد البانيو هكايا في ديك الصفايه باش تسقطر مزيان، وغادي نعاود نسقطرها بايديا، ضروري ما تنشفوها. شوفوا راه زدت سقطرتها بيديا، شوفوا شحال ديال الماء خرج منها، راه كتولي ناشفه بحال هكا هانتوما وراه ما كحالت ما والو. دابا غادي نضيفوا ليها التوابل، غادي نديروا ليها غير شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، وشويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، وشويه ديال البودره ديال الثوم، شويه ديال البودره ديال البصله. طبيعه الحال ممكن ديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، انا كيعجبني هكا ندير بودره الثوم مع بودره البصله كيعطيو واحد المذاق زوين بزاف. وغادي ندير واحد جوج ديال البيضات اللي تيكونوا صغار، اولا بيضه وحده اللي تتكون كبيره، انا عندي البيض صغير شويه فدرت جوج ديال البيضات، وغادي نخلطوا هاد البطاطا مزيان ومباشره كندوزو كنقليوها. كتجي هاد البطاطا بنينه هكا ترفقوها مع الاطباق ديالكم، يعني كتغير هكا ديما تنديروا الفريت على هاد الطريقه هذه كتجي بنينه، وكيقول لكم تتفكرنا في الطفوله. وفي هاد الاثناء فاش كنكون كنحضرها راه كيكون الرز طاب، يعني دائما الرز صبقوه هو الاول باش ملي كيطيب وكتطفيو عليه البوطه كيشرب وكيجي مفرك، ما نعاودش ليكم. انا راه زدت شويه ديال المعدنوس من الفوق فاش كانت كطيب، شوفوا معايا صافي نشفات من الماء، غادي نسد على هاد الطنجره وغنخليها جانبا باش كيزيد يشرب هذاك الرز. هنايا درت كميه ديال الزيت في المقله، راه ماشي كميه كثيره وما كتشربش نهائيا هاد البطاطا الزيت، كي قلت لكم درت كميه ديال الزيت على نار اللي تتكون متوسطه قليله شويه، ما تكونش العافيه مجهده باش هاد البطاطا تطيب لكم من الداخل، هذا تجي طايبه وكتجي زوينه، السر في العافيه ما تجهدوهاش بزاف وماشي عاوتاني تقتلوها، يعني تكون العافيه متوسطه. صافي كناخذ هكايا كميه ديال ديك البطاطا بالمعلقه
بحال ما هكا كنعمر البطاطا وكنحطها في الزيت وكنحاول نقادها بالمعلقه على شكل دائري او لا، المهم تجي عشوائيه شحال هذه كنا كنسميوها البطاطا المشعكه، لان كناخذوها غير بيدينا وكنحطوها في الزيت صافي وكتجي مشعكه ومخربقه. المهم انا حاولت هكا نقادها بالمعلقه باش تجي بحال المعقوده، كتجي في الشكل ديالها بحال المعقوده. صافي غنستمر بنفس الطريقه هكايا، نحاول هكايا نحط معلقه تقريبا ديال هذا الخليط وكنبدا هكايا نقادها صافي، وغادي نخليها حتى تحمر ليا هكايا من التحت ونقلبها تحمر ليا من الوجه الفوقاني. كي قلت لكم راه ما تتشربش زعما الزيت، ما تجيش مزيته نهائيا، تجي رائعه بزاف رائعه هكايا. كي قلت لكم نخلفوا فيها ماشي دائما نديروا الفريت. صافي من بعد ما كتحمر من جوج جهات هانتوما كتجي مقرمله وراها طيبه من الداخل، لان تاخد شويه الوقت في الطياب لان ما جهدناش عليها العافيه بزاف. صافي غادي نخلي هاد الربعه هادو يزيدوا يتحمروا شويه، وبنفس الطريقه غادي نكمل حتى نكمل الكميه كامله. وما شاء الله راه كتخرج كميه كثيره وراه تيحماقوا عليها الوليدات، كتجي واعره بزاف. صافي من بعد ما غنكمل البطاطا غادي ندوزو ان شاء الله للستيك، كنخليوه هو الاخر لانه دغيا كيطيب باش ما وهو كيشرب باش ما المذاق ما نعاودش ليكم. هنا خديت نفس المقله غسلتها درت فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، هاد الستيك هذا كيبغي الزبده باش كيعطي واحد المذاق زوين، معلقه كبيره ديال الزبده من الافضل الا كانت سبيسيال باش تعطيكم مذاق زوين. من بعد ما كتذوب هكايا الزبده غادي نبدا نستف هذاك الستيك اللي عندي. مهم انا قلت لكم راه عندي غير نص صدر ديال الدجاجه، المهم ديبانيت وصافي، ولكن خرجت والله الا غديوه زوينه عوض كيف قلت لكم ما تمشيو تاكلوها على برا، راكم عارفين الريستورات وداك الشيء الاثمنه خياليه. نحضروا هكايا وصفات في الدار نفرحوا وليداتنا علاش لا، مره تيعجبوهم هكايا بحال هاد الاطباق والله. صافي من بعد ما كنحط هذاك الستيك كنخليه ياخذ ليا لون من واحد الجهه ونقلبه ونخليه يتحمر ليا ويعطي داك اللون الذهبي. ضروري هاد المرحله هادي انكم تقليوه من جوج جهات حتى يبدا يتحمر. ها نتوما كيف كتلاحظوا معايا راه كيطيب كيجي، ومع ديك الفرماجه اللي درنا ليه كتعطيه واحد المذاق رائع. صافي ملي كيولي في هاد اللون هذا غادي نزيد دابا واحد دانون طبيعي، دانون مسوس بدون اي نكهه. هو الصراحه في هاد المرحله راه كنديروا كاس ديال الكريمه القشده الطريه، الا عندكم ديروها، انا ما عنديش فدرت غير دانون مسوس وموجود في الحانوت، درت علبه ديال دانون مسوس. نتوما كي قلت لكم ديروا كاس ديال القشده الطريه او لا الكريمه السائله المسوسه، ديروا كاس ديال العنبه. انا درت دانون مسوس خليته هكا يتشرب غير شويه داك دانون، وكنديروا شويه ديال الفرماج، الفرماج الاحمر مازلام ولا ايمونطان داك ديال الساندويتش، ديروا اي فرماج عندكم غير شويه غير واحد جوج معلقات. صافي هكايا كنحرك وكنطفي البوطه كنخلي فيه داك شويه لاصوص باش ما يجيش ناشف، وهذا هو الشكل ديالو. اش غنقول لكم واحد البنه واحد البنه ما نعاودش لكم. شوفوا معايا الروز كيجي مفرك وكيجي البنه ما نعاودش لكم، كيجي بنين ورائع. وكي قلت لكم ديجا حضرت معكم انواع اعتياد الروز تاكلوه غير بوحدو، راه ما ديروا معاه لا ستيك لا ديك البطاطا، والله الا الوليدات ما كيشبعوش منه. ما شاء الله هاد الكميه، انا راه حطيت غير زليفه ولكن من بعد راه جبنا جبنا الطنجره وكليناه كامل ما شاء الله، لانه والله الا كيجي بنين. صافي هنايا كنديروا هكايا في هاد الزلافه وكنحاول نضغط عليه مزيان باش يعطيني زعما ديك المنيظر ديال ديك الزلافه، وكنقلبوا هكايا في واحد الطبسيل باش كيجي المنظر ديالو كيشهي. وكذلك هذا هو الستيك، ما نعاودش لكم كي كيجي واحد البنه واحد البنه، راكم عارفين كتيقوا فيا الحمد لله ربي ما تيحشمنيش معاكم فاش تندير شي حاجه وتتجربوها، راكم عارفين اللي كاين، كيجي واعر واعر بنين بزاف. ومع الرز ما نعاودش ليكم، وهذا الرز هذا بقاو ترافقوه الاطباق ديالكم والله ما غتندموا، ان شاء الله تردوا عليا الا جربتوه. صافي كنحط هذاك الستيك ديال الدجاج، وغادي نحطوا ديك البطاطا المشعكه اولا ما عرفت سميوها كيف بغيتو، غادي نحطها حتى هي هكايا نرافق بها الطبق، وراه طبق متكامل. غقولوا لي الا طلبتوا هذا الطبق هذا مثلا في شي ريستوره زعما، ولكن راه لا مجال المقارنه، راه شي حاجه نقيه ديال الدار ماشي هي شي حاجه ديال الزنقه. بشحال غادي شحال تعطيو لهذا الطبق هذا؟ والله الا كيجي رائع بزاف. وعتو الرز قلت لكم جربوه لانه كيجي بنين بزاف
الستيك ديال الدجاج حتى هو كيجي رائع، واخا ما درناش الكريمه درنا غير دانون السوس، كيجي فتي وكيجي زوين بزاف. درت هكايا لي صوص، انا كنبغي صوص الجيريان والبنات كيبغيو المايونيز والكيتشوب. شوفوا معايا الرز بعدا حبه حبه وراه طايب، والمعدنوس كثروا فيه المعدنوس لانه كيعطيه واحد المذاق واعر. والستيك هكا راه كيجي دايب بحال الزبده، كذلك البطاطا راه كتجي طيبه من الداخل لانها طابت على المهل، يعني ماشي جهدنا عليها البوطه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هالطبق. ودابا غادي ندوز نحضر معاكم الميني كيك اولا الكاب كيك. بسم الله على بركه الله، عندي واحد الاناء اللي غادي ندير فيه جوج ديال البيضات اللي كيكونوا متوسطين، ودائما البيض كيكون بدرجه حراره المطبخ. كندير واحد القبيصه ديال الملحه، سكر منسم بالفاني 7 غرام، 100 غرام ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات، 100 غرام اللي هي كاس عنبق الاربع، كاس عنب اللي ما تيكونش عامر. غادي نطرب هذا البيض مع السكر حتى يتغير لينا اللون ديالو. ممكن طحنوها هكايا بالطراب الكهربائي اولا بالميكسور اولا بالخلاط الكهربائي اللي توفر عندكم. وعندي هنايا نص كاس عنبه خليط ما بين الزيت والزبده، ربع كاس ديال الزبده وربع كاس ديال الزيت، يعني 80 مليلتر خليط ما بين الزبده والزيت، لان الزبده كتخلي لينا واحد الريحه وواحد المذاق في الكب كيك ما نعاودش ليكم. ممكن ديروا غير نص كاس ديال الزيت راه ماشي مشكل. صافي كنضيفو كنزيد كنخلط باش هذاك البيض كيزيد كيضاعف ليا هكا الحجم ديالو. من بعد غادي نضيف واحد العلبه ديال دانون اولا يوغورت بالنكهه ديال البنان اولا بالنكهه ديال الموز اولا الفاني اللي بغيتو. انا راكم عارفين قصتي مع البنان ما نعاودش لكم من زمان، دائما تنقول لكم انا الكيكه كندير فيها دانون ديال البنان. صافي غادي نخلط هكايا حتى كيتخلطوا المكونات مع بعضياتهم. ودابا غادي نحبس وغادي نزيد كاس عنبه ديال الدقيق الابيض اولا الدقيق ديال الفورص. غادي ندير كاس كامل يعني 100 غرام، غادي نغربلو بطبيعه الحال راكم عارفين مع دابا سخون الحال ضروري ما كنغربلو الدقيق ولا تكون فيه شي حاجه ولا يكون هكايا مكور. كندير هنايا الكاس الاول بطبيعه الحال بعد ما غربلته، غادي نخلط غير بالطراب الكهربائي، ممكن تحيدوه وتستعملوا غير اليدوي انا كملت به. صافي وغادي نزيد عاوتاني نص كاس اخر ديال الدقيق، يعني دابا ما غاديش نضيف داك الكاس الثاني دفعه واحده، كنضيف غير نص كاس وكنشوف الكميه اللي غادي نحتاج. فالكميه اللي غتحتاجوا ديال الدقيق غتحتاجوا جوج كيسان قل ربع، يعني غادي نزيد مازال غير شويه غادي نخلي ربع كاس. درت كاس والكاس الثاني خليت منه ربع، يعني 180 غرام ديال الدقيق بالغرام. صافي هنايا من بعد ما ضفت ديك شويه ديال الدقيق زدت 10 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، 10 غرام ديال الخميره ديال الحلوه اللي هي خماره ونص، ودائما التغربيل باش هكا ما كيبقاوش لينا دوك الكويرات. غادي نخلط هذا هو القوام المناسب، وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخل، ضروري انا عندي الخل في كل شيء لان ما كتبقاش ديك الريحه ديال البيض وكيعطينا الفشفاشه هكايا الميني كيك. شوفوا معايا الخليط كي كيكون، هانتوما الخليط ديال الميني كيك ما كيكونش خفيف بزاف، هانتوما هذا هو القوام ديالو كنديروا به رقم 8 ما كيقطعش وكيبقى داك الخط غادي. هانتوما شوفوا انا كنضرب به وداك الخط كيبقى نازل ما كيتقطعش. كنتمنى تكونوا كتفهموا المصطلحات ديالي، راه تنحاول نشرح مزيان زعما باش تفهموني. عندي هنايا المول ديال الكاب كيك، وعندي هاد الكويغطات هادو راه رخاصين، هادو راه درهم تقريبا 20 اولا 30 حبه، راه ولاو خاصين دابا موجودين. صافي درت هاد الكويغطات هادو في دوك ديال الكاب كيك، وغادي نبدا هكايا نهز. انا كندير تقريبا معلقه كبيره عامره ونص في كل وحيده، هادشي اللي خاصكم ديروا. انا درت جوج معالق تقريبا في كل وحيده، هاد الكميه خرجت لي 12 حبه، وما شاء الله كل وحده يا وحده، اللي كلا وحده ما يعاودش الثانيه، راه كيجيو ما شاء الله كبار. هانتوما كندير جوج معالق في الوحيده، غادي نعمر سته بهذا الخليط، ودائما خليو الربع ديال الكاغيط هكايا خاوي لان كيزيدوا يتنفخوا باش ما يفيضوش ليكم. انا هاد البيضين هادو راه عمرتهم بزاف حتى جاو فايضين شويه، يعني ما جاوش مقبين، جاو فايضين شويه، فحاولوا انكم ديروا غير معلقه ونص. انا كيف شفتوا ما خليتش الفراغ بزاف. صافي من بعد ما كنعمر سته دزت الخليط هذا اللي بقى ليا، درت فيه واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو المر اللي يكون نوعيه مزيانه باش يعطيكم مذاق مزيان، وغادي نخلطو هكايا بالمعلقه الخليط حتى كيولي لينا هكايا قهوي،
وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الماء معها واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان اللي تتعجبهم، هاكي هي النكهه ديال القهوه، غير واحد المعلقه كبيره ديال الماء مع شويه القهوه سريعه الذوبان، تذوبوها فيها وكتضيفوها. وغادي نزيد مازال شويه تاع الدقيق لان الخليط خففته، فزيدوا واحد شويه تاع الدقيق. المهم راه قلت لكم الكميه اللي كتكفي 180 غرام، يعني ربع كاس ديال العنبه راه شاطليه ديال الدقيق. هنايا من بعد ما كنخلط الخليط زدت واحد شويه ديال الشكلاط، عندي نوعيه مزيانه قطعتوها كي طريفات وزدتو الخليط وحركت مزيان باش كيجيوني هاد لي كاب كيك معلكين من الداخل، وداك الشكلاط كيجي في الوسط وفي التحت وكيجيو معلكين. طبيعة الحال الا ما كانش عندكم ممكن، انا راه غير واحد جوج حبات شديتهم ونجرتهم بالموس وضفتهم، يعني ماشي كميه كثيره لان غير ستة الحبات صافي. ولهاد الكميه اللي بقات ليا غادي نوزعها ما بين هاد ستة، يعني تقريبا تديروا جوج معالق كبار في كل هذا كاب كيك صافي. بالنسبه لهاد البيضين هادو غادي نزينهم بشويه ديال السكر الاسمر اولا الكاسوناد اللي غادي يهبط وغيولي الوسط وغيجي بحال الكوفيتير، عرفتي كيعطي واحد المذاق واعر، كيهبط وكيجي في الوسط. دابا تشوفوا الشكل ديالو في الاخير. وهادو ديال الشكلاط غادي نزينهم شويه الحبيبات ديال الشكلاط تاع الكوكيز، وفي هاد الاثناء من قبل بربعه ديال الدقائق اولا خمسه دقائق كنكونوا شعلنا الفران، كنشعلوا عليه من الفوق ومن التحت درجه حراره كتكون 160 درجه. هاد الكاب كيك كيبغاو يطيبوا على خاطرهم، كيطيبوا من الفوق ومن التحت كي قلت لكم على 160 درجه، ما تكثروش عليهم الحراره باش يطيبوا على خاطرهم. وكيجي هذا هو شكلهم بعد ما كيطيبوا، كيجيو رائعين وخفافين. شتو هادو راه قلت لكم جاوني فايضين شويه حيت كثرت الخليط، وهادو ما شاء الله جاو منفوخين وجاو واعرين خفافين، وداك الشكلاط كيجي فيهم من الداخل ما نعاودش ليكم. شوفوا معايا كي كيجي معلك وكيجي دايب عليهم وكيجيو خفافين لان طابوا على خاطرهم. كي قلت لكم 160 170 درجه، ما ديروش عليهم الحراره بزاف باش تيطيبوا من الداخل، حيت الا درتوا عليهم 200 درجه ولا اتي يطيبوا غير من التحت والفوق والداخل تيبقاو معجنين، فاعطيوهم الوقت في الطياب. فبالنسبه للوقت كياخذوا من 15 حتى ل 20 دقيقه راه دغيا تيطيبوا. وهذا هو الشكل ديال هادو اللي درنا فيهم داك الكاسوناد اولا السكر الاسمر، تيهبط للوسط وتيجي بحال فيهم الكوفيتير في الوسط. شوفوا معايا هادو قسمتها لكم من النص باش تبان لكم، ها نتوما شوفوا معايا هذاك الكاسوناد هكا كيهبط للوسط وكيجي بحال معسل وكيجي رائع. كنتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم، خليت لكم الراحه يا اغلى الناس، والسلام عليكم.